الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت بسأل حضرتك، انا كنت بصلي النهارده العشاء وجيت كده قلت يعني في نفسي عملت حاجه، فقلت الله اعلم هي تبطل الصلاه ولا لا، فكده ابطلت صلاتي ولا لا؟ يعني ايه هي الحاجه؟ انا سكتت كده سكته بسيطه فقلت الله اعلم تبطل ولا لا، فقولي دوت يبطل الصلاه ولا لا؟ يعني لا، اذا قلت اذا اتيت بشيء بس انا ما اعرفش يبطل ولا لا، قلت الله اعلم بطلت ولا لا، كده يبطلها ولا لا؟ لا يبطلها. لا يبطلها؟ شكرا.